مدينة تيزي وزو الرياضية الكروية. السلام عليكم ورحمة الله، في قناة عبد سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. بخصوص اليوم جيناكم بموضوع تاع حفيظ الدراجي. حفيظ الدراجي كان خرج بفيديو، عنده بزاف ما خرجش بفيديو على الجزائر وعلى الرياضة في الجزائر. اليوم كان خرج على ملعب ايت حميد رحمه الله، المجاهد ايت حميد تيزي وزو، اللي كنا حطينا فيديوهات ديالو وكنا شفنا التدشين كيفاش كان بطريقة أكثر من رائعة، وخاصة زيارة الرئيس لمنطقة القبائل تيزي وزو المنطقة الجزائرية. كان عليها هذا الفيديو كما يقول لك مشاهدات كبيرة وكبيرة جدا، وفرحت بالتعليقات باش نبعث الشكر لجماهيرنا المتوحدة، ونقولها باللي متوحدة لأنه قناتي يدخلها أي واحد من جمهور جزائري سواء كان في الجزائر أو خارج الجزائر. شفت أكثر من 2K في زوج فيديوهات أو 3K تاع تعليقات كلها مؤيدة للجزائر وللوحدة الوطنية اللي احنا رانا فيها الحمد لله منذ زمان، هاد الوحدة والناس اللي حبت بك تشتتنا. والحمد لله بينت وبين اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه الجزائر متوحدة، اللي كانوا شاكين أنه رئيس الجمهورية لا يذهب إلى تيزي وزو ولا تأويلات. وفقط تخيلوا أنه كانوا ناس يقولوا، ناس أنا نقولهم أعداء جزائر، أنه عبد المجيد تبون لا يذهب لتدشين مركب تيزي وزو، هذا المركب الجميل، ولا يذهب إلى أبنائه وأبناء جلدته بتيزي وزو هناك. لكن الحمد لله راكم شفتوا أمام الملأ تبون يصفع كل المشككين، عبد المجيد تبون عمي تبون يصفع كل المشككين ويذهب ويمشي في أروقة تيزي وزو الحاملة لترقيم 15، الولاية رقم 15. الحمد لله روع صفع الناس اللي كانت تهدر، وعدة ناس عودت سكتت وعرفت باللي وش كانت تأول، كانت حابة تخلط غير ما بين شعوب. والحمد لله احنا الشعب متوحد ونبقى متوحدين إلا نتخالفوا في آراء كرة قدم أو شيء مثل هذا المثيل، وهذا ما يخليش باش ننفصلوا كما يقولوا ناس مع هذا وناس مع الكوتش هذا. احنا رانا مع الكرة الجزائرية. نعود نقولوا موضوعنا قوتنا الكرام، هذه ما إلا مقدمة أعطيتها بك لجماهيرنا الكرام. شكرا على كل التعليقات اللي كانت أغلبيتها إيجابية خاوتنا الكرام. نروحوا لحفيظ الدراجي. حفيظ الدراجي كان خرج فيديو على مركب وعلى التدشين وعلى عدة أمور، اسمعوا معنا الفيديو من بعد عندنا كلام آخر. الله مرحبا أهلا وسهلا، حبيت نعمل هذا الفيديو تثمينا للإنجاز الكبير للرياضة الجزائرية بعد تدشين مركب المجاهد الراحل حسين أيت حمد في مدينة تيزي وزو، والذي جاء ليضاف إلى سلسلة المركبات الرياضية حتى نبقى في الرياضة، والإنجازات التي تحققت في السنوات القليلة الماضية منذ تدشين ملعب ميلوداد في وهران إلى ملعب نيلسون مانديلا في براقي، ثم بعده ملعب علي لابوانت في الدويرة، ليأتي الدور على مدينة تيزي وزو الرياضية الكروية التي استفادت من صرح كروي ورياضي كبير يحتوي على 50,000 مقعد فندق حضيب الموقف للسيارات كبير، مرافق مضمار لألعاب القوى، مرافق رياضية أخرى تستفيد منه ولاية تيزي وزو في انتظار المشروعين الكبيرين في كل من ولاية صديف وكذلك ولاية ورقلة في الجنوب الجزائري. هذه الإنجازات لم تنتظر حتى تمنح الهيئات الرياضية للجزائر تنظيم أحداث رياضية، بل نظمت الجزائر الأحداث الرياضية قبل أن تدشن هذه الملاعب أو بعضها. نتذكر مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نتذكر بعدها الألعاب الإفريقية، نتذكر الألعاب العربية، نتذكر بطولة الشان، نتذكر أيضا كثير من الأحداث الرياضية الأخرى التي نظمتها الجزائر حتى قبل ملعب تيزي وزو وقبل ملعب علي لابوانت في الدويرة. الرسالة اللي حبيت نقولها بأن الإنجازات التي تتحقق للأسرة الرياضية في الجزائر الغاية منها هي توفير كل الإمكانيات الضرورية للشباب الجزائري حتى يمارس هوايته ويمارس
رياضته المفضلة دون انتظار تنظيم الأحداث الرياضية. والرسالة الثانية هي أنه الغاية الآن بالإضافة إلى التشييد، غايتنا هي توفير هذه المرافق للشباب بالشكل اللائق، وصيانتها أيضا بالشكل اللائق، وتسييرها أيضا بالشكل اللائق الذي يسمح بالمحافظة عليها ويسمح بديمومتها ويسمح لها بأداء دورها الوظيفي في تطوير الرياضة عموما واللعبة، لعبة كرة القدم خصوصا، وتوفير المرافق اللازمة ليس فقط للرياضيين ولكن حتى للجماهير لكي تتابع مبارياتها في ظروف حسنة. أنا سعيد جدا وفرحان مثل فرحة وسعادة شبابنا في ولاية تيزي وزو وفي منطقة القبائل. وبالمناسبة كنت أتحدث مع واحد الصديق وتذكرت الرئيس السابق محمد شريف حناشي، الأعمار بيد الله، ولكن كنا نتمنى أن يكون حاضرا ليشهد إنجاز هذا الصرح وليشهد افتتاحه. رحمة الله عليه ورحمة الله على كل شهداء الواجب في الجزائر وعلى كل إخواننا في كل مكان، سواء من الأسرة الرياضية أو من بقية الأسر الأخرى في الجزائر. حبيت نعمل هذا الفيديو كذلك باش نعبر عن اعتزازي وافتخاري أيضا بهذا الإنجاز، وأدعو بالمناسبة إلى المزيد من الإنجازات في الرياضة وفي غير الرياضة، لأن شعبنا يستحق وأولادنا يستحقون بغض النظر عن تنظيم الأحداث الرياضية من عدمها، لأنه الغاية ليست تنظيم أحداث رياضية مهما كان وزنها، الغاية هي خدمة أولادنا وشبابنا وتوفير الظروف اللازمة لهم لكي يمارسوا ويتميزوا ويتألقوا في المحافل الرياضية، خاصة وأن الأجيال اللي طلعت على أنها تشاهد عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي مرافق عالمية وتحلم وتتمنى أن تكون لديها مثل هذه المرافق، ها هي لديها وفي انتظار المزيد. مبروك وشكرا لكم، السلام عليكم. أكو سمعتوا معانا، حبيت الراديو واش تكلم، تكلم كأنه لمح، تكلم واش تكلم الرئيس الجمهورية اللي عندها مدة 8 أشهر أو 9 أشهر لما دش الملعب نيلسون مانديلا، كان تكلم وقال هذه المرافق للشباب. خجلت من رئيس الجمهورية تكلم، لأنه كنا خرجنا من سباق عن تنظيم كأس، كان هذه 25-27 اللي كان حفيد الراجي ضد التنظيم وقال لك لازم نسحبوا الملف ديالنا تاع 27 والمغرب هي اللي راح تنظم وكذا وكذا. لكننا نقول حفيد الراجي هذه المنشآت فعلا هي تاع الشباب، فعلا هي منشآت لهذا الوطن وقعرنا فرحانين بها، لكن أنت كنت ضد تنظيم، أنا نقول ضد تنظيم كأس إفريقيا هنا بالجزائر، والسبب لا أعلم. وبعد ما تلسانك راك قلت أنه قبل تدشين ملعب تيزي وزو وملعب دويرة كنا نظمنا الشان ونظمنا ألعاب عربية وكانت ناجحة 100% أمام أعين وأمام شهادة كل الرياضيين اللي جاوا والدول اللي جات هنايا كما اللي استضافتها الجزائر، نجحنا فيها. فيما بالك زاد عندنا دوك ملعب تحفه كيما تاع تيزي وزو وملعب كيما تاع الدويره وما تنجحش. انت كنت تقول انه المغرب هي اللي راح تنظم هذا الكاس قبل ما يخرج القرار تاع الكاف، على بالي بلي كانت عندك تسريبات وعلى بالي بلي عندك كما يقول لك اخبار من داخل الكاف انه المغرب هي اللي كانت تستفيد من هذا الكان، رغم انها ما عندهاش منشآت. لكن حبيت انايا لو ما كنتش هذاك الوقت تقول انه المغرب راح تديها، لانه كانك ما نقولش عاونتهم بطريقه غير مباشره، نقول خليتهم مرتاحين امام القرار اللي راح تمدوا الكاف. نهاري قالت باللي للمغرب، لو كنت تقول الجزائر عندها منشآت هذاك الوقت، راني نهضر عندها منشآت وراح تكمل منشآتها مثل دويرة وتيزي وزو، هذاك الوقت لو كان كنت تتكلم هكذا تقول الجزائر هي الأحق بتنظيم كان 2025، بالك انت كيما عندك قوة تاع كلام وقوة تاع إلقاء وكصحفي معروف، هذه واحد ما ينكرهاش، كنت اعتمد قوة زايدة يا ولو كان ب 20%.
باش ما تخليش الكاف تغلط، لانه الكاف الان في ورطه، والجزائر بنيه كما يقول لك بخشمها ما راحش تنظم. عندنا ملاعب، عندنا كل شيء، عندنا انا مهيئين بكل شيء، لكن على بالك باللي دوك مام يقولوا لنا هاك 2024 2025 و2027 ديروهم ما نديروهمش، على بالك لانه الجزائري في اخر المطاف عنده النيف. لما سحبنا الملف حتى الشعب الجزائري قال لا، الدوله الجزائريه قالت لا. يعني هكذا انا نقول خسرنا تنظيم في ظل هذه المنشات اللي عندنا، واللي كنا قادرين نمدوا رساله لهذا العالم بانه الجزائر من احسن الدول في افريقيا. انا حبيت لو كنت تلقي كلام على المنشات ديالنا كيما لقيتو اليوم، وقلت بلي عندنا منشات جميله، كنت حابك انا هذاك الوقت لما كان السباق على 2025 ما كنتش تقول بلي لصالح المغرب ولصالح كذا هما ما عندهم والو. انا كنت حبيت وكان كنت تقول يا حفيظ الراجي وبكل احترام اتكلم، كنت حابك تقول انه الجزائر عندها منشات ونظمت شان ونجحت فيه، هي الاحق باش تدي كان تاع 25، وعندنا زوج منشات مازال ما دشناهمش قبل 2025 يدشنوا ويولوا عندنا عده منشات، والجزائر هي الاجدر والاحق بتنظيم هذا الكان. لكن شاءت الاقدار انه ركشت وصرا الجزائر انسحبت وما راحش ننظموا باش الشعب الجزائري والجمهور الرياضي كاع يكون على باله وعلى بالهم قبلي باللي ما راح ننظموا والو الى موعد اخر. الليسونسيال هاد الكلام اللي تكلمته مثل ما تكلموا رئيسنا رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون يوم افتتاحه لنيلسون مانديلا، قال هاد المنشات للشباب، والحمد لله الان الشباب يستمتعوا بهاد المنشات كيكو سوا هناك في منطقه القبائل او هنا في العاصمه او هناك في الغرب الجزائري او هناك في قسنطينه وعنابه، وان شاء الله في الجنوب الجزائري ولما لا في سطيف ايضا. هذه المدن الكبرى لازم كاع تحصل على ملاعب كبيره. شكرا للدوله الجزائريه على هاد المنشات اللي نظمتها منذ سنوات. انا نشكر الدوله الجزائريه ككل بسونسيتي لينو منذ سنوات، لانه هذه المنشات جاوا في عهدتين، يعني عهده بداوا فيها وعهده عبد المجيد تبون كمل هذه المنشات اللي كانت حابسه شحال، هو جا بالقوه وبالقرارات ديالو كمل هاد المنشات، والحمد لله ام عندنا دوك منشات، وان شاء الله خير لكره القدم الجزائريه. شكرا لكم، تابعونا قناه عبدو سبور، عندكم حق الرد خاوتنا، سلام.